اهلا وسهلا بيكم ببرنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تفاح مقلي، وتاني حاجه هنعملها هتكون سوفليه الشوكولاته البيضاء مع صوص شوكولاته باللبن. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي تفاح مقلي، ومقادير الوصفه هتكون 1 كوب دقيق، 3 معلقه كبيره سكر، 1.5 معلقه صغيره بيكنج سودا، ثمن معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره ملح، بيضه، نص كوب لبن رايب، و3 تفاح مقشر ومقطع شرائح رفيعه، وعندنا زيت للقلي وسكر بودرة للتزيين. هنجيب المقادير وهنحطها كل المقادير الجافة مع بعض. وهنقلبهم كويس. وبعدين هنجيب البيضة ونضربها. ونزود عليها اللبن الرايب. هنضيفهم على المقادير الجافة ويدوب هنقلب. ونقلب لحد ما المقادير تختلط ببعض. هنجيب التفاح وهنحطه الأول في الدقيق، علشان الخليط يمسك فيه. وبعدين نحطه في خليط القلي اللي هنعمله، اللي هنقلي بيه التفاح. بس البس جوانتي. هناخد التفاح اللي حطيناه في الدقيق وهنشيل بالشكل ده الدقيق الزيادة، وهنحطه في العجين. ونشيل برضو العجين الزيادة.
ونبتدي نطلع الفريترز. فاضل اخر واحدة، نسيبها شوية لحد ما نحط ونرش عليهم سكر بودرة. وبكده يبقى خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي التفاح المقلي، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نقدم تاني وصفة مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي سوفلي الشوكولاتة البيضاء مع صوص الشوكولاتة باللبن. ومقادير السوفلي: 40 جرام زبدة، 3 معالق دقيق كبيرة دقيق، 1.3 كوب لبن، 300 جرام شوكولاتة بيضاء، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 5 صفار بيض، 5 بياض بيض، و1/3 كوب سكر. بالنسبة لصوص الشوكولاتة باللبن، نص كوب كريمة، 200 جرام شوكولاتة باللبن، وسكر بودرة للتزيين. هنبتدي بالسوفلي وبالجزء اللي هو بنسميه الرو. هنحط الزبدة والدقيق على النار، زي بالظبط ما بنعمل البشاميل. ولما نطبخ الدقيق شوية علشان طعم الدقيق الناي ده يروح منه، هنبتدي نضيف اللبن شوية شوية. احنا مش عايزين لونه يتغير، عايزينه يفضل فاتح، لكن مجرد ان الدقيق يستوي شويه. هنبتدي نحط لبن شويه شويه، أول ما يبتدي يتقل هنحط تاني. وبرضو أول ما يبتدي يتقل نرجع نحط تاني. وبالطريقة دي ما بيعملش كلاكيع خالص. ونفضل نقلب لحد ما يتقل مرة كمان. كده خلاص بقى كويس، هنشيله من على النار. هنزود عليه الشوكولاتة البيضة علشان تدوب معاه وهو سخن. وطبعا هي هتخلي الحرارة بتاعته تنزل.
ولما الشوكولاتة تدوب خالص هننقل الخليط في بول ودلوقتي نضيف الفانيليا لصفار البيض هنقلبهم مع بعض وهنضيفهم للرو والشوكولاتة يبقى كده فاضل لنا بياض البيض نضربه مع السكر وبعد كده نخلطه مع البيس او الاساس بتاع السوفليه اللي حضرناه مع بعض نبتدي نضرب بياض البيض دلوقتي بياض البيض بقى هش واكتسب هواء ولونه بقى أبيض نقدر نبتدي نحط له السكر شوية شوية وبياض البيض احنا مش عايزين نضربه جامد قوي احنا عايزين نخليه بالشكل ده يعني soft peak يعني لما نقلب الويسك بالشكل ده الحتة دي ما توقفش تفضلش واقفة لفوق لكن تنزل لتحت كده لأن لو هي واقفة وبياض البيض بقى ناشف قوي لما هنيجي نقلبه مع البيس بتاع السوفلي أو الأساس بتاع السوفلي اللي حضرناه دلوقتي هنبص نلاقي بياض البيض هبط جامد قوي والسوفلي بتاعنا ما ارتفعش في القوالب لما يدخل الفرن لكن لما بيكون طري بالشكل ده بيبقى التقليب بتاعه أسهل وبالتالي ما بيفقدش كمية هواء كبيرة نبتدي نقلب بياض البيض شوية شوية بالراحة خالص احنا مش عايزين نفقد اي هواء ومن تحت لفوق ما نستعجلش واحنا بنعمل المرحلة دي علشان نتأكد ان احنا حافظنا على الهواء لان هو ده اللي هيخلي سوفلي ينفش في الفرن اوكي كده السوفلي جاهز هنجيب رامكنز السوفلي هنكون حضرناها باننا حطينا فيها زبده طبقتين من الزبده الأول طبقة وبعد كده ندخلها التلاجة لحد ما تنشف وبعدين طبقة تانية من الزبدة وبعدها
طبقة سكر، وهنبتدي نحشي أو نملى الرامكنز. بالسفلي وزي ما تعودنا بنملاها أكتر شوية عشان نرجع نظبط الوش. ونشيل الزيادة ونمشي. أجيب بس ورق الأول ونمشي بإيدنا حوالين الحرف بتاع القالب، لأن ده بيساعد إن السفلي يرتفع وما يلزقش في الحواف. وندخل السفلي الفرن على درجة 190 مئوية وهيقعد حوالي 12 دقيقة. هنجيب الكريمة نحطها على النار وأول ما تغلي هنحط معاها الشوكولاتة علشان تسيح ويبقى كده الصوص بتاعنا جاهز. اوكي، الكريمة ابتدت تغلي، هنشيلها من على النار وهنزود الشوكولاتة ونقلب. وأول الشوكولاتة ما تسيح يبقى كده صوص الشوكولاتة اللي باللبن جاهز علشان نبقى نحطه على سفلي الشوكولاتة البيضاء لما يجهز. اوكي، كده الصوص جاهز
ممكن نحطه بالشكل ده عشان يبقى جاهز وقت التقديم. ودلوقتي نجيب السوفلي من الفرن. وده بيبقى شكل السوفلي لما بيبقى جاهز، وبنقدمه مع صوص شوكولاتة باللبن، وإن شاء الله يعجبكم ويا رب تجربوه. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم على خيرة الله في الحلقة الجاية إن شاء الله.